استاذ منتصر، انا هربط ما بين المشهد اللي شفناه من شويه، تكريم نادي الزمالك وحصده لكل جوائز من مؤسسه دار التحرير، وما بين الناس اللي قالوا فيه القضيه او في قالوا في حيثيات القضيه بتاعتهم، او ما اعرفش بيقولوا عليها ايه، انا ما بفهمش في القانون يعني. حيثيات الدعوه. ايه؟ حيثيات الدعوه اللي فاهمها. ان هم يريدوا ان مرتضى منصور بوظ النادي رياضيا وماليا وايه واجتماعيا وانشائيا وكل حاجه، عيله انقائيا. طب اللي المشهد اللي احنا شايفينه ده بيترجم او بيرد على هؤلاء اللي الحقيقه انا مش عارف يعني جابوا الكلام ده منين؟ دخلوا نادي الزمالك امتى؟ يعني شافوا نادي الزمالك من جوه عامل ازاي؟ مش شايفين البطولات، مش شايفين الانجازات، مش شايفين التطور اللي في نادي الزمالك، مش شايفين كل الكلام ده؟ بص يا كابتن طارق، انا متابع لنادي الزمالك بحكم ان انا راجل صحفي اخبار اليوم من حوالي 20 سنه يعني، حتى كانت بدايتي في صوت الامه الرياضي، فانا اوريدي كنت متابع نادي الزمالك. بتربطني علاقه بكل الناس يعني، علاقه بتروح وتيجي العلاقه، بس في النهايه انا يعني النهارده لما بتكلم مش عشان انا في قناه نادي الزمالك، لان قناه نادي الزمالك دي مش ملك المستشار مرتضى منصور، ده ملك نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك والمنظومه الاعلاميه. يعني المستشار مرتضى منصور لما قرر يعني يبقى في شراكه مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، الشركه المحترمه الوطنيه، كان بيعمل حاجه لنادي الزمالك، لجمهور نادي الزمالك، مش بيعمل حاجه لشخص مرتضى منصور. فانا بكلمك هنا بمنتهى الامانه، انا شاهد على العصر، فبالتاكيد النهارده الناس لما بتنبش في الماضي وبتحاول عرقله مسيره الحاضر وعايزه تجهد المستقبل، ده من اجل الكرسي، الناس بتصارع ده من اجل الكرسي. هو مش شايف نجاحات نادي الزمالك، مش شايف بطولات نادي الزمالك، مش شايف انتصارات نادي الزمالك، كل همه انه يحرك هذا الشخص او هذا الرجل الناجح المستشار مرتضى منصور من على مقعده، لانه هو المستشار مرتضى منصور يعني قضى على اجيال كتيره جدا كانت مفهمه الناس ان هم جهابزه الاداره في نادي الزمالك، وانه نادي الزمالك من غيرهم مش هتقوم لقومه يعني. فبالتالي النهارده العشريه السوداء لممدوح عباس لما يجي النجاحات الكبيره من 2014 حتى وقتنا هذا، انه النادي اللي كان اشبه بمنشاته متهالكه تماما وبنيته التحتيه غير موجوده، وما فيش دورات مياه تصلح للاستخدام الادمي، ما فيش ملاعب تصلح لاولادنا اللي احنا بنعدهم انهم يبقوا نواه لمنتخباتنا الوطنيه، ما فيش حاجه تقول ان هذه المنشاه منشاه رياضيه الا اسمها الكبير. اسم نادي الزمالك الكبير هو يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت لسه صاحية، اللي جه المستشار مرتضى منصور نجح انه يعني يفيق هذا المارد مرة أخرى بالشغل وبالعمل. فبالتالي النهاردة في أجيال كتيرة جدا انتهت تماما في نظر الجمعية العمومية. المستشار مرتضى منصور كشف هؤلاء أجيال إدارية، بس عشان أجيال نحدد أجيال إدارية بالتأكيد، بتكلم على ناس اللي عايزة تيجي تقعد على الكرسي، لأنه كرسي نادي الزمالك من وجهة نظر أهينة عن عمد في فترات سابقة قبل 2014. كرسي نادي الزمالك كان مطمع لكل حد معدي من قدام سور نادي الزمالك، مع احترامي للأشخاص اللي جات نادي الزمالك، إنما هم ما عندهمش أي خبرات إدارية تصلح نادي الزمالك، لدرجة يا كابتن طارق حتى متخذ القرار وقتها ما كانش بيجيبك أنت زملكاوي، كنت بتلاقي ناس انتمائها وهواها أهلي بتقعد على كرسي مجلس إدارة نادي الزمالك تدير نادي الزمالك وتخطط لمستقبل الأجيال نادي الزمالك. فبالتالي كانت دايما القرار مرتعش، الرؤية غائبة، جاي يهدي مش جاي يبني، جيد ومش فارق معاه، هو قاعد على الكرسي وبيشجع النادي الأهلي. خلينا نكون واضحين، النهاردة كان الناس كانت بتبقى جاية كل همها إن تحط تطلع من عروة البدلة بتاعتها الكارت، هو ما عندوش شغلانة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيخش يقضي مصالحه ويحرك عشان هو عضو نادي الزمالك، كنت بتلاقي كل يوم مجلس إدارة مختلف وأسماء مختلفة. فبالتالي النهاردة المستشار مرتضى منصور كشف كل هؤلاء بنجاحاته، أنه النهاردة أي حد عايز يجي نادي الزمالك، البرنامج اللي حتى لو هيكتب برنامج وهمي يقدم له، إيه اللي هيقوله هيعمله في نادي الزمالك؟ المستشار مرتضى منصور لم يترك يعني مكان أو حجر الحد يفكر يعمل له، ان هو عمل كل حاجه. فبالتالي تخطى كل الحدود. المستشار مرتضى منصور ما كانش بيعمل برنامج انتخابي، بالعكس هو فاق توقعات الاعضاء فيما قدمه لنادي الزمالك من منشآت رياضيه، من قناه نادي الزمالك اللي احنا قاعدين فيها النهارده، وكان حد يتخيل انه يبقى في قناه نادي الزمالك
ما من 2007 النادي الاهلي او 2008 عنده قناه لحد من 3 4 سنين لما المستشار مرتضى منصور حط ايده في ايد الشركه المتحده عمل قناه لنادي الزمالك ومنبر اعلام النادي الزمالك. النهارده بنجني ثماره انه النهارده مؤسسه كبيره بتدي المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك احسن منظومه اعلاميه. ده دليل الناس اللي موجوده بتقول كلمه حق بتخاف ربنا، ناس بتتكلم دائما بشكل مهني رغم انه البعض بيحارب دائما يلصق بك اتهامات اسلحه، بيثيروا الفتن بيثيروا التعصب واحنا ما كناش موجودين في اي فتره من فترات اثاره الفتن والتعصب اللي دفع النادي بتاعهم ثمنها للاسف، لانه كان اعلام احادي يعني بياخد كل حاجه ويجي يتهم الاخرين بالفشل، نفس ما حدث في انتخابات 2010 ايام يعني مش عايز اربط السياسه بالرياضه لما احمد عز يعني انا اقول لك انا كنت في الصعيد كان مثلا يبقى في اربعه مرشحين تبع الحزب الوطني فالناس ما بتسيبش الناس تنتخب من تراه صالح وهم الاربعه اولادك، فبالتالي كنت تفرض كمان على الجمعيه العموميه اللي هي الناخب المصري مين اللي ينجح. ده كمان كنت بتفرضه في الاعلام في فترات سابقه، دلوقتي انا بشوف الدوله المصريه يعني ماشيه في خط متوازي للنهوض بالشان الاداري، يبقى انه نادي الزمالك يستحق نظره من المسؤولين لفك يعني الحاجز على ارصده في البنوك، هذه المنظومه الناجحه اللي بتفوز بالافضل على جميع الاصعده النهارده وعلى جميع المستويات تستحق انه انها ما حدش يجاملها بس تاخد حقها انها تكمل. فبتكلمني على ناس يعني لو بنتكلم على الاشخاص اللي بقول لك انا يعني قاعد وعايش على العصر، يعني انا عرفت الكابتن احمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق والاستاذ مصطفى سيف العماري، وانا بقول لك يعني انا هنا بكلمك من موقف النهارده لما ابقى مع المستشار مرتضى منصور، انا بحب المستشار مرتضى منصور، بحبه ليه؟ عشان هو رجل ناجح، عشان عضو جامعي عموما في نادي الزمالك، شايفه عمل كل حاجه لنادي الزمالك، شايفه بيختصر من جهده ووقته وماله عشان يدعم نادي الزمالك، مش ماله الشخصي انما جات له اموال كان المفترض ياخدها بشكل شخصي. لا هو انما موارد حولها غير تنميه الموارد، الفلوس المستشار تركي الشيخ كان قال له دي لحضرتك وانت قال له لا احطها في خزنه نادي الزمالك، يا كابتن طارق يعني انا مش عايز اخد وقت الشراوي كتير بس في وقائع يا كابتن لازم ما ننساهاش، انا في شهاده من المستشار تركي آل الشيخ مع الكابتن سيف زاهر في مداخله هاتفيه قال له انا مرتضى منصور بتعامل الند بالند، مرتضى منصور واولاده لما جوا السعوديه جايين بتذاكر طيران خاصه بيهم، قال له انا لما عملت ودعمت نادي الزمالك ده كان مقابل ان انا عشان اغري المستشار مرتضى منصور يسيب لاعب بقيمه علي جابر او بقيمه احمد شناوي لازم اديله فرجان ساسي، لازم يبقى فيه تمويل لصفقه حمد النجاز، لازم اجيب جروس بالاضافه للشرط الجزائي كان في صفقه القرن اللي اجهدت بسبب خطا اداري من لجنه تم تشكيلها لاداره نادي الزمالك او انها تبقى مقوضه يعني مليئة. اداره نادي الزمالك في عهد المهندس خالد عبد العزيز اكتشفت ان فلوس مش موجوده فابتدوا يتساءلوا وابتدى يتم الصفقه بالمستشار مرتضى منصور الفلوس دي راحت فين، فالراجل اضطر انه يفصح على انه في صفقه نادي القرن اللي كان فيها عبد الله السعيد، فبالتالي اتعرفت الصفقه والمستشار تركي الشيخ عشان يرجع عبد الله السعيد للنادي الاهلي تاني كان لازم يعمل هذا الدعم لنادي الزمالك اللي المستشار مرتضى منصور حوله لنادي الزمالك وغيره ما حولهوش. فالنهارده يعني اقول لك حاجه، الشهادات دي يا كابتن تاريخ بس الناس بتحاول تنسى، الناس دائما يجي عايز يقول لك تهمه، يعني انت النهارده تيجي تقول نادي الزمالك بيتكلم في حقوقه يقول لك لا ده نادي الزمالك بيصير فتن التعصب، نادي الزمالك بيتكلم في حقه في ارصدته انه يصرف ويبقى عنده مقدرات والموارد اللي نماها المستشار مرتضى منصور وعظمها وكل جنيه جابه منصور النادي ومحلات نادي الزمالك اللي كانت ب 1000 جنيه في السنه بقت ب 65000 جنيه في الشهر، ده النهارده حق الجمعيه العموميه انها تقف مع المستشار مرتضى منصور، حق جماهير نادي الزمالك انها تساند هذا الرجل الوطني الشريف اللي هو المستشار مرتضى منصور اللي خلى مؤسسه نادي الزمالك. هو من 10 سنين قبل 2014 كنت تسمع انك انت الافضل في حاجه يا كابتن طارق؟ ما كنتش بتسمع لا عندك كلام يعني بيطلع واحد مثلا بالعافيه كده كابتن انت يعني كاس مصر هداف بتاع كده، لكن انك تطلع مثلا 10 كابتن مرات مش هكلمك تستلم جايزه مش هكلمك على الدوري يا كابتن طارق، انا هكلمك على كاس مصر، انت اخر بطوله لكاس مصر في العشريه السادسه كان 2004 كان الدكتور كمال درويش وكان المستشار مرتضى منصور نائب رئيس مجلس اداره، انت خدت بطوله يتيمه كاس مصر في 2008 في 10 سنين لممدوح عباس، لو انت بطوله كاس مصر بس اتكلمت عليها من 2014 يعني انت خدتها وقت الـ 2013 و2014 و15 و16 خسرتها 17 رجعت خدتها 18 و19 تاني مع المستشار مرتضى منصور والبطوله الاخيره دي النهارده واخد 6 7 مرات ولم تغب عن بطوله كاس مصر واخد 2 دوري